سيدتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من تلفزيون جيبوتي أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. دشنا فخامة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة سيد إسماعيل عمر جلي اليوم أول مركز سياحي للحماية والمحافظة على الطبيعة والحيوانات في الجليلو بمنطقة عرتا. ولدى وصولي إلى الموقع على متن طائرة مروحية كان في استقبال فخامة رئيس الجمهورية وزير التجارة السيد حسن أحمد بلالي وحاكم منطقة عرتا السيد عتيه وعيس. وحظي فخامة رئيس الجمهورية باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل أهالي الجليلو ولعمر جاك الطنينة في ناحية الجليلو التي تتمتع بطبيعة خلابة يعيش فيها الرحل وبمناخ طبيعي وهواء نقي. كانت ناحية الجليلو في ديسمبر من عام 2011 منطقة محمية. وأبدى فخامة رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بحماية والمحافظة على الطبيعة والحيوانات. شارك في هذه المناسبة بعض أعضاء الحكومة منهم وزير التجارة السيد حسن أحمد بلالي ووزير الإسكان والتعمير ووزير البيئة إضافة إلى البرلمانيين والمنتخبين المحليين في منطقة عرتا. إن إنشاء مركز سياحي للحماية والمحافظة على الطبيعة والحيوانات يدل على رغبة الحكومة في تنمية السياحة في بلادنا. وبهذه المناسبة تابع فخامة رئيس الجمهورية عرضا مقدما من قبل الدكتور بيرتران لافرانس، حيث أوضح هذا الأخير طبيعة مهمة هذا المركز السياحي إضافة إلى القيم البشرية والتقليدية. كما إن إنشاء مركز سياحي للحماية والمحافظة على البيئة والمحافظة على الطبيعة والحيوانات يدل على رغبة الحكومة في تنمية السياحة في بلادنا. وقد أسس هذا المركز السياحي الدكتور بيرتران لافرانس من جمعية ديكان والمسؤول أيضا عن حديقة الحيوانات في دمرجوغ. وفي كلمة نلقاها بهذه المناسبة رحب كل من رئيس من حاكم منطقة عرتا ورئيس المجلس الإقليمي رحب بفخامة رئيس الجمهورية وأشاد بالجهود المبذولة من قبل فخامته لاهتمامه البالغ بالمحافظة على البيئة التي تتمتع بها بلادنا. وقال إن إنشاء مركز سياحي للحماية والمحافظة على الطبيعة والحيوانات يدل على رغبة الحكومة في تنمية السياحة في بلادنا وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية. من جانبي أشار وزير التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة السيد حسن أحمد بلالي أشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية لبلادنا. وقال إن زيارتكم لناحية الجليلو تدل على اهتمامكم لتنمية السياحة في بلادنا، وإن هذا النوع من السياحة يهدف إلى المحافظة على الطبيعة واحترام البيئة وإدماج المجتمعات المحلية في هذه الأنشطة. ويشكل موقع جليلو مثالا للمناطق المحمية من قبل المجتمعات المحلية، حيث قام بعض الأعضاء بتقديم حملات توعوية للمحافظة على البيئة. وقد أعلنت هذه المنطقة منطقة محمية في ديسمبر من عام 2011، وذلك بفضل رغبة المجتمع المحلي الذي يعيش في جليلو.
وبدعم من وزارة البيئة وحاكم عرتا والمجلس الإقليمي وجمعية ديكان وشركائي الماليين والفنيين. كما ألقى وزير البيئة كلمة بهذه المناسبة قال فيها أن حضوركم صباح اليوم إلى مخيم جاليلو يدل على اهتمامكم الكبير الذي تولي لتنمية السياحة في بلادنا. أن تنمية هذا النوع من السياحة الفريد من نوعه أي السياحة الخضراء كما يطلق عليها تهدف إلى المحافظة على الطبيعة واحترام البيئة والمحافظة على مواد البيئة وإدماج المجتمعات المحلية في هذه الأنشطة، الأمر الذي يدل على أن بلادنا تتمتع بقدرات هائلة وعلى المجتمعات المحلية المحافظة على هذه البيئة. ولدى إعلان هذه المنطقة في ديسمبر من عام 2011 منطقة محمية أبدى فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي اهتماما بالغا للطبيعة وللتنمية المستدامة وأحد المدافعين لحماية البيئة. بعد ذلك قام رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي بتدشين المركز السياحي في جاليلو. وبعد ذلك قام فخامتي والوفد المرافق له بزيارة لمختلف صالات هذا المخيم السياحي الذي يتألف من الخيم المبنية بالحجارة والعشاش. أما بالنسبة للغرف الداخلية فإنها تشبه المنازل التقليدية الريفية ويمثل هذا المركز السياحي في جاليلو مكان للراحة والاستمتاع للسياح أو عشاق الطبيعة. وتلقى فخامة رئيس الجمهورية المزيد من التوضيحات التي قدمت له من قبل الدكتور بيرتون لافرانس حول هذا الموقع وكيفية اختياره حيث يتناسب مع الطبيعة. وفي مقابلة أجرى مع التلفزيون الوطني أوضح فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أوضح أنه تم تدشين قبل عامين أو ثلاثة أعوام في ناحية دمرجوج مع الدكتور لافرانس الذي أعطى الفكرة لافتتاح مركز آخر في أديلو لجذب الأهالي في ضرورة المحافظة على عدم انقراض الحيوانات. وقد وجدنا في هذه المنطقة أربعة أنواع من الظبي وعلى المواطنين المحافظة على هذه الحيوانات على عدم انقراضها. ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي حفلا لتقديم التهاني الحرة بمناسبة العام الجديد 2014 إلى المنشطين التجاريين وذلك في فندق كامبسكي. جيبوتي الأولى السيدة خضرة محمد حيد ورئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير التجارة السيد محمد أحمد بلالي والشركاء ومنشطي القطاع الخاص إضافة للمجتمع المدني. وتم خلال الحفلة بمناسبة تقديم التهاني إلى منشطي الفندق تم تقديم دوبة إفطار بهذه المناسبة. فكر أن رئيس الجمهورية يهتم دائما بالتنمية الاقتصادية لبلادنا وبهذا الصدد دعا رئيس الجمهورية خلال هذا الحفل جميع منشطي القطاع الخاص والمقررين السياسيين إلى العمل معا لإطلاق حوار عام وخاص من أجل محاربة الفقر وخلق فرص عمل والتمتع برؤية من أجل التنمية الاقتصادية لبلادنا.
من جانبي عبر رئيس غرفة التجارة الجيبوتية السيد يونس موسى دولي عبر عن شكري العميق لفخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيلي على الهمية والثقة التي يوليها للقطاع الخاص. والآن سيدتي وسادتي نتوقف قليلا لنرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة جيبوتي وضواحيها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. مرحبا بكم من جديد. وفي كلمة ألقى وزير التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة السيد حسن أحمد بولالي أشار فيها إلى أن القطاع الخاص له مكانة هامة في التنمية الاقتصادية لبلادنا، وأضاف قائلا إن فخامة رئيس الجمهورية يولي اهتماما بالغا للقطاع الخاص، وإن دل على شيء فإنما يدل على حضور فخامة رئيس الجمهورية شخصيا في هذه المناسبة. وخلال هذه المناسبة دعا فخامة رئيس الجمهورية جميع المنشطين التجاريين في القطاع الخاص والمقررين السياسيين إلى العمل معا لإطلاق حوار عام من أجل محاربة الفقر وخلق فرص عمل. هذا وقد ألقى فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيلي كلمة بهذه المناسبة، وسوف تتابعونا ضمن نشراتنا القادمة. هذا ورصد التلفزيون الوطني انطباعات المشاركين في هذه المناسبة. أولا نهني الأخ الرئيس اسماعيل عمر جيلي ونهني جميع الشعب الجيبوتيين بمناسبة حلول السنة الجديدة 2014،
ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه السنة سنة الخير والبركة والسعادة والتنمية للبلد الحبيب اللي هو جيبوتي إن شاء الله. أولا جيبوتي هي تعتبر يعني بلد بكر، والناس يعني بدأوا يعرفوها في أثناء الأخ الرئيس إسماعيل عمر قيله، فبدأت العالم الخارجي يجوا على جيبوتي ويعرفوا انه في تقدم وفي مشاريع التي ممكن يستفيدوا منها ومنها كمان يفيدوا البلد. فالآن الناس مقبلين، الأجانب مقبلة على جيبوتي على أن تعمل عدة مشاريع، حتى في ناس الذي الآن بيبدأوا بمصانع الذي كان الناس كلها تتخوف منها، فالآن بتجي مصانع كمان إلى جيبوتي، وفي استثمارات كثيرة إن شاء الله. السنة هذه بتكون سنة طيبة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها. وعقب اختتام مؤتمر الحوار الوطني الذي جرى يوم أمس في العاصمة اليمنية صنعاء ومشاركة فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي في أجرى التلفزيون الوطني مقابلة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المتحدث الرسمي باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف. وقال وزير الخارجية: لقد شارك فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر الجلي في اختتام مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وذلك بدعوة من نظيره اليمني السيد عبد الرب منصور هادي. وكما تعلمون منذ بداية أحداث عام 2011 شهدت اليمن مرحلة من التوترات وانعدام الاستقرار، وبدأ هذا الحوار الوطني قبل 10 أشهر شارك فيه جميع القوى السياسية في البلاد. وخلال هذه المدة ركز اليمنيون حول مستقبل البلاد وحول المسائل الخاصة بحقوق المواطن اليمني والحكم الرشيد وحول النظام الاقتصادي. وبعد انتهاء الحوار الوطني سيتقابل اليمنيون مرة أخرى لصياغة الدستور، وبعد ذلك تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ويعتبر اليمن دولة مهمة في المنطقة وتلعب دورا حيويا في استقرار المنطقة، ولهذا الصدد تابع المجتمع الدولي والدول العربية عن قرب هذه المفاوضات بين اليمنيين، إضافة إلى حضور مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسه أمين المجلس الكويتي الذي يترأس الدورة الحالية للمجلس. وكما تعلم أن الحوار الوطني اليمني قد بدأ بمبادرة من دول الخليج بغية الخروج من الأزمة اليمنية. وعلى مشهد الاحتفال عقد فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جلي لقاء مع نظيره اليمني حول الطرق والسبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين. وفي مقابلة أجرى التلفزيون الوطني أشاد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أشاد بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين. الحفل الاختتامي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي توافق فيه اليمنيين على عهد جديد وعلى دستور جديد، وكان لزيارة فخامة الأخ إسماعيل عمر جيلي رئيس جمهورية جيبوتي وحضور هذه الفعالية أثر كبير جدا، وهو دلالة ومؤشر على عمق العلاقات بين اليمن وجيبوتي وعلاقات الأخوية والتجارية والتاريخية. فاليوم جميع اليمنيين فرحوا والحمد لله، كان كذلك أبناء جيبوتي ويعني على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي يعني شاركوا اليمنيين في هذه الفرحة. بالتأكيد أن استقرار اليمن وأمنه سيلعب دور كبير جدا في تعزيز العلاقة وتنميتها مع الأخوان في جيبوتي. من خلال التلفزيون جيبوتي أحيي كافة أبناء جيبوتي وأحيي هذا البلد الذي كان له دور في استضافة عدد كبير من اليمنيين خلال الفترات الماضية ولا زالوا، ونتمنى في المستقبل القريب أن تتطور هذه العلاقات بصورة أكبر ويعني مزيد من التطور مزيد من العلاقات الأخوية بين اليمن وجيبوتي. بهذا الخبر سيدتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.